فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. نعم، وهذا الحديث فيه توجيه من عمر لقائد الجيش وهو عتبة بن فرقد بأن لا يختص بشيء دونهم من الأكل والشرب والمنافع، وإنما يساويهم بنفسه، وهذا من العدل، وهذا فيه منع الأثرة، فيه منع الأثرة لمن تولى على ناس أنه يساويهم بنفسه، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان هو صلى الله عليه وسلم يجوع ويشتد جوعه، ولو شاء لسارت له الدنيا ذهبا وفضة، ولو شاء لملأ بيته من الأكل والشرب، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول أجوع يوما وأشبع يوما. فهكذا هديه صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي المسلم أن يكون متواضعا في أكله وشربه ولباسه، وإذا أغناه الله سبحانه وتعالى فإنه لا يسرف في هذه الأشياء، وإنما يعتدل فيها، هو لا يحرم نفسه من اللذة والمتعة، لكن يكون هذا بمقدار وفي أوقات، ويكون هذا على وجه ليس فيه إسراف، قوله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. نعم، فهذا هو الهدي.